عروض فنية وترفيهية في منطقة السوق القديم بالمنامة ضمن مشروع سوق باب، حيث دعي الحرفيون المحليون إلى عرض منتجاتهم اليدوية. المشروع يهدف إلى تنشيط السياحة وتشجيع الحرفيين الشبان، وستقام السوق مع نهاية كل أسبوع إلى غاية 30 من الشهر الجاري. أكبر هدف عندنا كان أن نعيد النشاط والحيوية للسياحة البحرينية والسياحة داخل البحرين، والحمد لله حققنا هذا الشيء. أمدان اللي كنا نبغى نسويه أنه نعطي للجيل الجديد فرصة أنهم يعبرون عن أنفسهم. أعطيناهم محلات وورش عمل أنه ينفذون أشياء، وفي مطاعم برضو، والحمد لله الرد من الجمهور يعني ممتاز. مشروع سوق باب يلقى إقبالاً جماهيرياً كبيراً، ما يؤشر على نجاحه في استقطاب الزوار وتحقيق أهدافه. سوق جميل من أحلى ما يكون، هل تحتاج للبحرين حقيقة؟ يعني ما أقدر يعني لو إيش بقول. اسمع، شوف الحياة اللي ردت، يعني البحرين تستاهل هاللون، لأن هذه حقيقة البحرين. مبادرة سياحية مميزة إذن تشهدها البحرين، يأمل من خلالها المنظمون إدخال حركية سياحية وثقافية وتجارية على العاصمة.